ما تخافش على الأهلي، لأنه مع نهايات القرن الماضي والأهلي بيتوج نادي القرن في أفريقيا في جوهانسبرج، كابتن صالح سليم تمنى أمنية دعب بها الحضور، أنه إن شاء الله نتمنى أن احنا نتقابل معاكم في نهاية القرن الجديد والأهلي نادي القرن. هو فعلا نحتفل بنفس المناسبة، هو فعلا مستيره لازال الأهلي نادي القرن وبفارق شاسع أكتر مما كان. عشان كده ضربة البداية التي تأخرت لكنها مهمة في مقالي ومقاله في القلب صالح. 20 سنة بتمر هذا الأسبوع على رحيل رمز الأهلي الكبير وابنه الغالي ورمزه سامي المايسترو صالح سليم، ألف رحمة ونور عليه. كابتن صالح، يعني أنا في كثير من الأمور أشرت إليه أنه المعلم الغير محاضر، مش بيعلمك أنه يقول لك الصح كذا والغلط كذا، عمره ما قال كده. إنما المعلم بالنموذج، هو كان يعتنق مبادئه ويطبق ما يعتنقه، فأنت تراه يفعل. فأنا مندهش جدا من عملية التنظير، وكما قال الكابتن صالح كذا. الكابتن صالح ما كانش قوال، ما كانش بيقول. كابتن صالح يجي الموقف يتصرف. وقال لك انت كده، انا ماليش راي، انا ليا قرار. بالظبط. فان ينسب للكابتن صالح الكثير من الاقاويل حتى لو كانت طيبه، هي ليست اقاويل. كابتن صالح كان بيتصرف قدام الناس بيعمل ايه، واحنا كنا بنشوف. وانا مثلا مدير نادي، عندما كنت اروح الى مكان في اجتماع في اتحاد الكره وبتاع، ويجي امر يمس سياسه كرويه او حاجه له علاقه بالنادي او سياسه عامه ويطلب رايي، اقول ساخذ هذه التوصيات الى مجلس الاداره لاتيكم براي النادي. يا كابتن عادل، ما انت عارف. قلت له انا عارف، بس الكابتن صالح ما يعني هو تربينا على انه لو حاضر معاكم في الاجتماع كان هقول لكم هرجع للمجلس. فهو كان بيعلمنا بالنموذج، مش بالمحاضرات والاقاويل والشعارات والكلام ده. يعني لا الاهلي فوق الجميع، ولا الاهلي ملك لمن صنعوه، ولا لا افرط في حق. هو ما بيقولش الكلام ده، هو ما كانش بيفرط. انت يعني هو حقيقي لا يفرط في الحق. ايوه، مش لانه قال، لانه عمل، بيمارس ده فعلا لا قولا. انت بتشوف ياخد قرار، يواجه اتصالات. فالكابتن صالح كان معلما بالنموذج وليس بالكلام. كابتن صالح، وعلى فكره هو ده التأثير. طبعا، لان الكلام موجود في الكتب. صحيح. يعني انت لو فتحت، كان زمان القراءه الرشيده يقول لك اغسل ايديك واغسل سنانك ومش عارف ايه وبتاع ايه، واحنا اطفال كنا بنقرا الكلام ده. بعضنا كان يتاثر وبعدين ينسى، لكن الاقوى منها ايه؟ لما يجي يقول لك ما تكذبش، ان تلاقي والدك لا، والدك ووالدتك ما بيكذبوش، حتى كذبه بيضه، ما فيش حاجه اسمها كذبه بيضه. يعني انا اذكر، انا يعني التليفون جه البيت وحد بيسال على والدي، كان لسه داخل تعبان عايز من البلد يعني، فبيقول لي والدتي قولي له ما وصلش لسه. السماعه وقعت من ايدها، وانا صغير شفت المنظر ده، خلاص عرفت. قالت له قول له انت، انا ما اقدرش اكذب، قول له انت انا مش موجود. طبعا هو ضحك طبعا، فمسك سماعه التليفون قال له طب تسمح لي بس انا لسه داخل، يعني هغير او اطلبني كمان ربع ساعه. لكن انا عرفت. الله، يا نهار ابيض، ده الحاجات دي كده يعني. وهي وحشه لدرجه انها ترمي السماعه كده بالطريقه المزعجه دي. اتعلمت هذا الكلام بالنموذج. محدش قال لي اوعى تكذب، لكن والله هذا المشهد عاش معايا طول عمري، ان الكذب ده ابو الشرور. وهكذا، انت احسن حاجه انك تكون انت قدوه بتصرفاتك. أيوه. مش بانك تمسك الناس. يعني انا لو قاعد اقول لاولادي ما تكذبوش يلاقوني انا بكذب، حتى كذبه بيضه. ما فيش حاجه اسمها كذبه بيضه. الكذبه البيضه اللي ممكن تكون يعني بتتقي شر، هدوس مصيبه، لكن مش بهدف انك انت تمررها كده، انك بس
بتوقف الامر وبعدين يتم العلاج على مهلك. يعني فكان الصدق ابرز سمه في شخصيه الكابتن هو صالح. بيتصر عشان كده انت مصدقه. كابتن صالح ما قالكش انا بموت في الاهلي وانا بحب الاهلي لا هو كان بيموت في الاهلي وبيعمل كل ده. حاجه بيعملها انه راجل بيموت في النادي الاهلي. ايوه. واللي يغلط في حق النادي الاهلي لما جه هولمان ساب النادي الاهلي وهرب عشان كان خايف من حادث ارهابي معين بعت النادي الاهلي على الاستاد وطلع هو على المطار من غير ما يقول لنا كابتن صالح قابله في ابها في السعوديه في ابها ما رضيش يسلم عليه بيمد ايده وهم بيوزعوا الجوائز عمل له بصبعه كده امشي اسمه امير محمد عبد الله يقول لي يا صالح يعمل عمل له كده امشي ابعد انت غلطت خلاص تعرف ان اللي يهدر حق الاهلي ملوش مكان عندنا فهو كان راجل يعني ما كانش قاسي لكن كان صارم صحيح صارم في الحق او على الاقل يا سيدي ما يعتقد انه حق عشان لا بينتصر لقناعاته فالكابتن صالح له وبعدين بقى الجانب الشخصي عنده غايه في الرقه ايوه هتقول لي ازاي غايه في الرقه هو في الموسيقى غاوي مزيكا رسم غاوي رسم يعني حتى هو غاوي يطبخ غاوي حاجات ما تجيش على بالك ان هذا الراجل اللي انت ما تروح للبيت يطبخ لك عشان تاكل معاه لقمه هو ضيافته هو انك هنا يقول لك انت بتعمل ايه تعالى تلاقي العربي بتاع الرق بتاع ام كلثوم وناس قاعده بتسمع مزيكا وكان يحب المزيكا الشرقيه راجل كان خفيف الدم لا صالح سليم حاجه يعني ربنا رزقه بكل سمات اللي تحببك فيه اذا كنت انسان سوي لكن يا ويلك لو انت راجل كذاب ولا ملاوي على بتاع ابعد عنه ما يعملكش انت نفسك هتكرهه ما يعملكش الف رحمه ونور على المايسترو رمز الاهلي الكبير يا جماعه كابتن صالح يعني وده شان عظماء الاهلي